الحقوني يا جماعة، ده حطيت لي زيت مضروب، هموت ولا ايه؟ لا احنا نقول لك تعمل ايه. اسمع مني نصيحة يا صاحبي وردها له، ما تسكتلوش، اقصر معاك في الزيت شورت بلوك ما تهتقهوش. يعني الاستاذ عدى على مديره واخد له لارج لاتيه، نتشت قام جاب في كاريره وقلبت القهوة عليه. مدير شفته عمل فيا ايه؟ يبيعني قلت ابيعه كاسكو سي، ابي ما غيرش زيت نيجي سنة واكتر، متقطع قلت له وش سلندر. هتقبل في حقنا هتزعل مننا، هنقلب وشنا ونفتح بقنا. الاسطى بيسترخص في الزيت ولا فارق له موتور البيت، مرطع تلت عيد وقعدنا يومين في البيت. حطيت لي زيت تعبان وطار في جو العنار، جيت انا له الدورة حلوان سخنت قلبت الدورة في شار. هتقبل في حقنا هتزعل مننا، هنقلب وشنا ونفتح بقنا. طب قابل مننا في نص طريق جلالة، حلفت ما اتحرك وانا كلموني الحقهم عشمتهم وقفت اتفرج. وانا جاي خدني مع الفيوم عبين فوري زيت معدوم، خلي بوجاتي في الهوت بوز وحر الرملة ونزلي نعوم. وانا بقى ساعة الزفة وقفت معاه حتت واقفة في نص السكة، جيت على غفلة جبت موتور شطبت الحفلة. ايه اللي معايا جابت لي الكافية؟ غير زيت معرفش منين في الدرايف ثرو وقفت عافية، سمعت لها كلمتين. ايه ده جاب موبل؟ احملك يا رب. العربيه اللي تهمل في حقها في الاخر هتفتح بقها. يا سيدي ارحم عربيتك وحط لها موبيل، الزيت رقم واحد، اقصى حمايه واداء للموتور، اقصى ثقه ديك على الطريق.